هذا سائل يقول: ما هو الرد على استدلال بعض القبوريين الذين يستدلون بقول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء؟ كمل كمل الأحياء إيش؟ كمل الآية: عند ربهم يرزقون. يرزقون، وقال يرزقون ولا قال يرزقون؟ يرزقون، إذا كانوا يرزقون فهم فقراء إلى الله، محتاجون إلى الله، كيف نطلب منهم الرزق وهم يرزقون؟ نعم.